بداية بحب أشكر قناة نورسات على تواصلها الدائم معنا بحب أحكي بهذه الظروف إنه إحنا كقادة كشفيين وكأفراد كشفيين إنه بهذا الزمن المقدس هو الزمن اللي إحنا بكون لنا قمة الفرح من الشغل والتعب اللي بنقدمه لكنستنا بهذا الوقت وتاني اشي بنحب نحكي انه احنا ك... كشاف احنا موجودين للخدمة وللتطوع بكل اشي بكل اشي بيحتاجه بلدنا بيحتاجه وطننا احنا ما وقفنا عن الدعم اللي بنقدمه للعائلات المحتاجة احنا ما زلنا بنقدم دعمنا ونتواصل مع العائلات وكمان عشان ضلنا قراب من اولادنا ومن افرادنا ومن رعيتنا احنا عم نقوم باجتماعاتنا الدورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عم نعمل اجتماعات دورية مع الافراد وعم نتواصل معاهم نطمن عليهم ونوصل لهم الرسالة اللي لازم توصل لهم كأنهم متواجدين معانا خلال اجتماعات وزيادة وعم نشتغل مع كنيستنا ببث قداديس الاعياد وقداديس الاحاد وعمالنا نعمل محاضرات توعوية مع الاباء الكنيسة لننشر كلمة ربنا من خلال صفحتنا ونقدر نوصل هاي الرسالة بهذا الزمن أنه لازم نتبع كلمة ربنا وخدمة ربنا وشكرا لكم كتير مرة تاني على تواصلكم معانا ويعطيكم ألف عافية